السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الصوت واضح يا أخوان أعطوني رقم واحد. راح نبدأ التحضير إن شاء الله الآن. بسم الله. الأخت مها ترى تونا بعدين هلا. ما هي موجودة. مشاعل ما هي موجودة. فيصل خليلي فيصل موجود. خلص أحمد خلص حطها وبصقها وعطها المجد. خلص حط واحدة من كل نوع. 15-5 وهي كم أساس؟ والثانية خلاص أوكي. خلاص سكر لي الباب اللي أي خلاص أي خلاص أمشي. يعطيك العافية. سكر الباب وشكرا. نجي محمد محسن. محمد محسن عبد الله عرار. الأخ عبد الله عرار. عبد الله ما فيه. بديع. الأخ بديع. بديع موجود غير موجود. إبراهيم فضل. إبراهيم فضل ما هو. محمد عدنان. محمد عدنان هيثم الجروان. هيثم هيثم غير موجود. محمد داود. أبو داود. محمد داود ما فيه. نواف. نواف سليمان. نواف حجاز. الأخ حجاز. حجاز موجود. عماد. عماد الغامدي. أسد. الأخ أسد موجود. فاطمة وليد. فاطمة وليد. نورة. أخت نورة نورة موجودة. نورة محمد موجودة هي اللي تقول ما في صوت. سماهر. سماهر غدير. الأخت غدير موجودة. هلا عيد. هلا موجودة. حنين. ترى هذه آخر محاضرة. حنين موجودة. غيرتي لها هان. أشوى ما صارت هان. ريهام. الأخت ريهام ما في. كويس زين صح فيه. كريم. الأخ كريم. محمد ماهر. محمد ماهر عبد الله ثلاثيني. 2030 عبد الله 30 مو فيه. حمزة. الأخ حمزة ايوه موجود. زينب.
أخت زينب. ملاك، أخت ملاك. فرح، فرح وفراح. عبد الله حضرته خلاص. عبد الله أفراح، فرح ميفي وأفراح فيه. آمنة، آمنة موجودة. فايزة، فايزة موجودة. سعيد عسيري، فهد العثمان، فهد موجود. محمد طالب موجود. محمد عبد الله شاجي، محمد عبد الله. أحمد عيضة، أحمد، أحمد شريف. خالد عثمان، خالد، خالد موجود. في أحد ما حضرته؟ هاي إخوان، في أحد ما حضرته؟ كلكم حاضرين؟ يلا حضرتك يا نورة. نورة حاضرة. احنا امس وش كنا؟ اي سيشن؟ خلصنا أربعة صح؟ راح نعطيكم خمسة وستة. بس خلونا نسترجع من البوك كامل عشان نربطكم مع خمسة وستة. نرجع على سيشن ون. Session 1 was an influential document. قلنا في different types of influential document. Influential document تكون essay، تكون أي شكل من أشكال الكتابة، ولكنها تكون مميزة أنها persuasive، يعني مقنعة. في academic reports، في academic documents، وفي workplace documents، يعني عملية. وفي الفرق بين الإسي والريبورت، هذه قلت لكم يا أخوان هذه جدا مهمة أنكم تفرقون بين الإسي والريبورت. قلنا ريبورت تيجي نوعين، academic workplace based on data divided in several sections، يعني فصول chapters، فيها رسومات، فيها جداول، الباراجراف يكون صغير، وبالعادة يكون يعني recommend actions. هذه مهم جدا انكم تعرفون لين جايب الاختبار ان شاء الله. الاسي قلنا لكم الاسي الباراجراف كبير، ما في يعني sub heading وكذا، يعني numbering. العادة do not include recommendations. writing style يكون يعني مرة formal، فاحفظوا هذه. والله احفظها كلها علشان يمكن تنسى واحدة ثنتين اللي انت already يعني عندك ثلاثة أربعة حافظها.
عندك الانفلوينشال دوكيمنت تشيك ليست اللي الريسيرش بروسس اورجانيزيشن اوف ذا تيكس اللانجويج اللانجويج ريليشن شيب ريدر لانجويج تيكس اورجانيزيشن وكلاريتي واكسس وكونسايسنس والكواليتي اوف برزنتيشن. هذه تشيك ليست لازم تمر عليها عشان اميز هل الانفلوينشال دوكيمنت هذه سواء اكاديميك ريبورت ولا ورك بليس ريبورت هل هذا يعني up to the standards هل كويس ولا مو كويس. ففي تشيك ليست قلنا لكم ريسيرش بروسس هل هو يعني يوم قام بالدراسه دراسه على موديل ويعني قيمه ولا يعني ركيكه. الستراكشر حقها هل في مقدمه وفي بادي ويبدا فصل فصل ولا لا. السبجكت اللانجويج حقته يعني هل هي علميه هل هي فورمال من ذا الامور. والله اذا اعطيتكم كل المنهج وقلت انا بقول لكم احفظوا الاشياء المهمه لاحظي يعني حنمر على اشياء كثيره ما اقول لكم احفظوها اللي اقول لكم احفظوا عليها ان شاء الله يعني حتكون جدا مهمه. البقيه افهموا الفحوه حقتها بس مو راح تحفظون 4-5 سلايدات هذه راح تحفظوها ان شاء الله. اما الباقيات يعني افهموها معا يعني الفرق بين الريبورت والاسي والله جدا مهم يعني حرام ما تحفظوها. الاليمنتس اوف ريبورت هذه مهم انكم تحفظوها. هذه لتايتل بيج هذه مو لازم تحفظها هذه بديهيات. انت لما تكتب ريبورت تكتب كتاب تكتب رسالة دكتوراه تكتب تقرير تبدأ دائما تايتل بيج العنوان بعدين تبدأ ملخص بعدين الفهرس. هذه يعني ما أشوف أنها صعبة أنها حتى تنحفظ اللي هي elements of report وكل element تتكلم عنه بالdiscussion تعمل discussion بالconclusion summary of the main ideas recommendations يعني حلول للproblem هنا أشياء بديهية يعني إيش نروح على سيشن 2 واضح السيشن 1 نقول إن شاء الله يعني أنكم ممتازين يعني أنا أثق فيكم ثقة أنكم كويسين. نجي writing academic report هذه session 2 report contain ايش facts صح ولا لا instructions ولازم يكون persuasive يعني اجيب لك معلومة وحاول اني اقنعك بالمعلومة اقول لك ترى مثلا استخدام المكائن وحرق النفايات راح يأثر على البيئة كيف اقنعك الان والله البيئة إذا يعني تأثرت يمكن حنا كويسين ولكن حنا ننظر للمستقبل الأجيال القادمة الهواء ما هو نظيف من ذا الأمور. أي ريبورت أي شيء تكتبه جيب المعلومة دلائل وتكون مقنع يعني دائما لا تنفر الناس منك. هذا نفس اللي قلت لكم عليه اللي قبل شوي اللي هو الـ elements of report. وشو في بعد شيء مهم طبعا الـ report لازم نرجع لها function given ايوه الريبورت وش شغلته وش المهام الفانكشنز للريبورت. اي ريبورت اي تقرير وش الفانكشن يعطيك معلومه يحلل لك المعلومه ويبين لك النتائج اكسبلين اند جاستيفاين فجيفينج انفورميشن انالايزنج واكسبلين. هذه مهم انك تعرفها الثلاث وظائف هذه للريبورت.
إذا جيت تكتب أي ريبورت you need to give information, analyze the information و explain the information أو explain the results. واضح يا إخوان؟ هالثلاث هذه مهم 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 مهم. الـ three functions راح تسألون عنها. نيجي لل giving information. يعني راح تتكلم عن معلومات كثير. يعني تتكلم عن البيئة, تتكلم يعني تعطي background للموضوع. هذه مهم إنك تعطي يعني معلومات. فإن academic report the aim of the writer is to present the information in unbiased form. يعني أنت لما تكتب وتعطي المعلومة, المعلومة تكون محايدة ما تنحاز, لازم تكون شخص حيادي عشان يكون لك مصداقية. حلو. Therefore a writer need to have an important way of conveying the meaning in English. This is through word order. يعني لحتى كلامك يكون منمق. Writer choose the order of words in a sentence while having particular aim in mind and this affect the message. يعني لازم الرسالة اللي بتوصلها والمعلومة مو بس تكون محايدة, تكون واضحة ولها منطق معين تسلسلي. يتكلمون طبعا, نتكلم عن الثيم والبوينت. الثيم اللي هي بداية الباراجراف. هذا الباراجراف الأول راح يتكلم عن البيئة. الثيم كل المعلومات اللي حتكون في الباراجراف هذا عن البيئة. البوينت اللي هي النقاط. أنا أتكلم عن البيئة, أتكلم مثلا البيئة الحيوانية, البيئة الجغرافية, البيئة يعني الأنواع. مثلا أنا أعطيكم يعني مثال. وين نروح؟ تكلمنا عن الفيجوال ريبرزنتيشن. تذكرون انك دائما تذكر بالفيجوال اي رسمة او اي جدول ما لها قيمة, ما لها معنى, كلها ارقام. فانت مهمتك انك تفسر الرقم هذا, تعطيه قيمة. You need to make sense. ودائما الأشياء اللي واضحة مميزة هي اللي تذكرها, ما تذكر كل النقاط. هذه الصين جت أحد الاختبارات, مروا عليها وشوفوها. نروح على سيشن 3. عندنا السلف ايفالويشن دوكيمنت. يعني ايش التقارير؟ التقييم الذاتي. انت كيف تقيم نفسك؟ في السكيل اوديت, انت تقيم مهارك وايش مثلا انت بحاجه الى تدريب, عندك نقص في شيء. في شيء اسمه البيرسونال اكسبيرينس اللي انت قبل الخبره, قبل الاورينتيشن والعمل ايش كنت, وبعد الخبره والاورينتيشن ايش صرت. نجي on business studies courses students are asked to write skill audit report to record their development during the course. مثل questionnaire حق المادة هذه. قبل تأخذ LB16 إيش كنت, إيش ال strength والweakness, نقاط القوة والضعف. بعد ما أخذت هذا إيش كان نقاط القوة والضعف حقك. هذا مثال skill audit report. الثاني personal statement اللي هو when applying for jobs applicant write personal statement supporting their application. انت تتكلم انا يعني ممتاز مع التيمز, I'm a team player, اشتغل يعني on time, consistent, accurate, انا انسان دقيق. هذا personal statement انت تكتب عن نفسك, تقييم ذات لنفسك, تمدح نفسك الاشياء اللي انت مميز فيها.
وفي الابريزل اسسمنت ريبورت، قيم نفسك يعني مثل بعد ما تقول في دورات وفي كذا، فتقول انت ادارتك او انت بحاجه لاي نوع من الدورات، فتقول احنا بحاجه الى دورات لغه انجليزيه، دورات نستخدم اكسل مثلا. هذا المثال اللي قلت لكم الـ LB160، قبل لا تأخذ المادة إيش كنت؟ كان عندي نقاط قوة إيش؟ كان عندي نقاط ضعف؟ بعد ما أخذت المادة إيش نقاط القوة حقتي وإيش الضعف؟ هذا الـ Experience، قبل الـ Experience إيش كنت وبعد الـ Experience. دائماً بعد ما يصير الشخص عنده Experience يكون هاي جوب ساتسفاكشن، يكون عنده effectiveness، الموتيفيشن، يكون عنده productivity عالية، يعني اللي عارف الشغل الشغل يصير عنده سهل وانتاجيته عالية. هذه الorganization اللي هي skills evaluation report، مطلوب منك مثلا انك تكلم عن إدارتك أو شخصك، إيش أنت بحاجة إلى يعني تدريب، إيش المشاكل وإيش أساس تطور عملك. يقول لك self evaluation reports often have a problem solution pattern. The problem is the absence of a skill or weakness the student has. مثال، أنا جتني الشركة قالوا شغلك كله راح يكون إلكتروني، أنا والله ما أعرف أستخدم شو اسمه هذا الاوتلوك، ما اعرف استخدم الاوتلوك اساس الايميلات، فالبروبلم ما اعرف استخدم ايميلز اوتلوك. ذا سولوشن ايش؟ ذا سولوشن از ذا ديفلوبمنت اوف ذا سكيل، اني اخذ دوره في الاوتلوك. الايفالويشن، والله انا اخذت دوره الاوتلوك، انا كيف وضعي الان؟ ذا ايفالويشن از ان اكاونت اوف هاو افكتيف ذا ستودنتس ديفلوبمنت ولا الامبلوير. All this like are claims made by the writer. أنت اللي تتكلم عن نفسك وأنت اللي يعني تقيم شخصك. واضح يا إخوان؟ بتقول situation، إحنا بحاجة أن نشتغل ما يكون أوراق paperless. The problem أنا ماني عارف كيف استخدم من الإيميل Outlook والحاجات هذه. The solution أخذ دورة مثلاً، دورة Excel و Outlook و emails. Evaluation يقول والله صرت أكتب إيميلات كل يوم، زادت الإنتاجية حقتي، صرت أشتغل ما أحتاج أني أجلس ساعات طويلة في العمل، أقدر أكتب إيميلات وأنا في البيت. من الأمور سيشن 4، وما أدراك ما سيشن 4. سيشن 4 من أهم السيشنات الموجودة، هذا تضمن هو الاختبار النهائي، 3 أسئلة، انت تضمن ثلث الدرجة بس من السيشن هذا. السيشن هذا بس انت تضمن ثلث الدرجة في الاختبار النهائي، اللي هي الايميلز. كيف تكتب ايميل؟ قلنا الايميلز فيها benefits وفيها problems، احفظ البنفيتس والبروبلم، الادفانتج والديسادفانتج. قلنا الادفانتج quick easy to use cost of يعني almost ببلاش cost effective flexible من اي مكان keep record تقدر تعمل attachment ترجع يعني زي الارشيف. ال disadvantage ناس يطلعون عليه يصير هاك، may not be read immediately, no guarantee of response، يعني ما تقدر تضرب الواحد علشان مو زي face to face. face to face الان تكتب لي كذا قدامك هو يشتغل، اما بالايميل ما تدري يمكن هو نايم مسافر ما تدري وين. ومانجنج لارج نمبر كان بي تايم كونسيومينج، تخيل انت تجي وتلقى 20 ايميل ترد على كل واحد ياخذ وقتك، يعني زي مثل ما قلت لكم كأنك فاتح يوتيوب ما تدري الا انت لك 3 4 ساعات فرد على يوتيوب. ايوه نقطه مهمه، الاختبار النهائي اسي، ما في خيارات، ما في نقاط، ما في عل يعني وصل وحط A B C D، لا
الاختبار النهائي يا إخوان، مثل ما أنا حطيت في الإلمس اختبارات نهائية سابقة كلها إسي، مقدمة بادي كونكلوجن كلها عندك تو بارت. البارت الأول الجزئية الأولى ثلاث أسئلة أختار منها اثنين، الجزء الثاني ثلاث أسئلة أختار منها اثنين، أوكي؟ يعني كلها يا إخوان اسئلة. هذه مهم، الأدفانتج والديسأدفانتج. التبس، احفظ التبس هذه بفور بريسند، هذا بريسندنت قبل لا ترسل. انتبه، be aware that the reader may be reading the email at a later time and that the resulting action may take place even later. Okay, design your email so that they can contain appropriate time frame. يعني رد خلال 24 ساعة، رد كذا. Be prepared to use other forms of communication to follow up. يعني دق عليه تلفون أو كذا، أمر المكتب. Avoid using email if you have difficult matters or sensitive. شيء يعني حساس جدا ما تستخدم الإيميل. Design your email so that they can clearly signal important shifts. يعني خلك واضح ومرتب بالإيميل. تعريف زي إيش؟ زي الفرق بين الريبورت والإسي ما فيها تعريف. تقول الفروقات. ما في تعريف. أنتوا شوفوا الاختبارات السابقة ما فيها تعريف. بس انت حارب عارف التعريف اكتب ايش المشكلة. The organization of workplace، هذا مهم مهم يا اخوان. A clear subject line، يكون في salutation. الايميل امشي افتح ايميل الان وشوف قدامك وش فيه. أول ما تبدأ مع السبجكت، بعد ما تحطه ترسلها لمين؟ شوف تحت المين السبجكت، بعدين السالوتيشن، الانترودكشن، المين مسج، الاكشن ستيتمنت تبغى منه ايش، الكلوزنج ستيتمنت اكون شاكر ومدري من يو كان كونتاكت مي اني تايم، من ذا الامور. الفيرويل ستيتمنت ريجاردز بت ويجز كان ريجاردز يورز سينسيرلي. بعدين تحط عادة اللي your name و contact detail، يعني اسمك، رقم الطالب، عنوانك، رقم جوال، من ذا الأمور. هذه جدا سهلة. اعرفوا الـ advantage disadvantage tips، شلون يكون الايميل ممتاز، واعرفوا عناصر الايميل. العناصر تبدا مع السبجكت، بعدين ايش، بعدين ايش، بعدين ايش، تبدون كلها. سيشن 5 ماركتنج اند فاينانس دوكيومنتس، للتسويق، الوثائق اللي فيها تسويق وفيها مالية. طبعا هذه يعني مروا عليها بسرعة. يعني بالنسبة للأشياء الفاينانس، لما تكتب ركز على الانفورميشن انها تكون كلير وكوركت. الماركتينج نفس الشيء، بس الماركتينج تكون اللي اوت والبرزنتيشن يكون ممتاز، لازم يكون جذاب، لكن لازم يكون بيرسويسيف.
هذه الأرقام، تذكرون أنا أقول لكم أرقام؟ يعني سيشن ما هو مروا عليه بسرعة. نجي للسيشن 6 Writing Workplace Proposal. Workplace Proposal تبغى تطور بالإدارة، تبغى تسوي شيء جديد، في مشكلة تبغون يعني تغلب عليها، كيف تعمل البروبوزل للشيء هذا؟ بروبوزل يعني مشروع. The purpose of a workplace proposal can be defined as problem-solving document in that they attempt to persuade another party to take some form of action in order to achieve a specific beneficial goal. يعني عندك مشكلة، يجيك مدير الشؤون الإدارية والمالية في الشركة، يقول لك عندنا مشكلة يا حنين، عندنا مشكلة، الغيابات كثير، الموظفين عندنا يغابون ويتأخرون كثير، اعمل لي بروبوزل، مشروع يحل المشكلة هذه. واضحة؟ فلما أنت تعمل الريبورت لازم تتعرف على المشكلة، إيش المشكلة، إيش الكوز، وتكون persuasive، لأنك أنت راح يا حنين توقفي بالاجتماع وراح تعرض البروبوزر، لازم يقتنعون. إذا ما اقتنعوا بالبروبوزر حقك واكتشفوا أن المشكلة كبيرة ولازم ياخذوا قرار فيها، ولا شغلك راح يكون هباء منثورا. فلازم يكون يعني واضح ومرة persuasive. In many proposals, the action is likely to be the same as the solution to the problem. However, in some proposals, solution and action may be separated. The action being the steps toward the solution. يعني أنت إذا تبغى توصل إلى حل، ما في علاج للحل. الواحد حتى إذا جته زكمة ما يعطي مضاد حيوي، لا تلقى يعطي مضاد حيوي، يعطي دواء كحة، في steps، يعطي فيتامين وكذا. فهذا أغلب البروبوزل تكون زي كذا، أنها تكون على ستيج، الحل يكون على ستيج. الحلول يا تكون داخلية أو خارجية. يعني إيش داخلية؟ أنك تغير، مثلا عندنا مشكلة الغياب والتأخير، الأخت حنين طلبوا منها تعمل البروبوزل لحل مشكلة الغياب. أول شيء تقول ان الغياب والتاخير يعطل اعمالنا، يعمل يعني سمعه سيئه عن شغلنا ومع ينو شركائنا، التاخير والهذا ما يطور العمل، ياثر على المصداقيه حقتنا، التاخير وهذا علامة على عدم الرضا وما في ولاء من الموظف، حيسبب مشاكل مستقبلية. خلاص اللي تلقين بالاجتماع وينتبهون بزيادة، اي والله التأخير والغياب هذا له يعني هذا مصيبة. فتيجي انت تقولي والله خلاص هذه المشكلة، سبب المشكلة لازم تقولي لهم ايش سبب المشكلة. سبب المشكلة تقولي والله المكاتب قديمة، بيئة العمل ما هي كويسة، الموقع حق الشركة بعيد، يعني صعب الواحد ما يقدر يجي، يعني مكانه وسط بلد وزحمة، ساعات العمل طويلة، الرواتب متدنية، ما في خارج دوام. تعطيهم أسباب ليه اللي سببت المشكلة هذه. بعدها مدام تعرفت على الأسباب تعطي حلول. في حلول انترنال داخلية، مثال حلول انترنال، والله تفعلي نظام البصمة. إذا والله حطينا بصمة وكذا يصير الواحد إيش يحرص إنه يداوم، عكس لما هو توقيع يقول لصاحبه إذا داوم بدري يوصي يوقع عنه. هذا من الانترنال. من الانترنال يعطوا حوافز، يجددوا المكاتب، الأجهزة،
يعملوا دورات تدريبية جوا، يطوروا الموظف، يسرعوا بعملية الترقيات. تلقى واحد جالس له 3 سنوات ما ترقى فنفسيا يتعب. في external يعني حلول خارجية، مثل إيش حل خارجي؟ إنك تستقطب دماء جديدة من الخارج، توظف ناس من برا، تفصل المتسيبين توظف من برا. في external بعد تقول مثلا إنك تعطيهم دورات خارجية. external solution إنك تتعاقد مع مكتب استشارات خارجي يوجد لك يعني حلول من ذا الأمور. هذه الـ functions of workplace proposal. problem description اللي identifying problem, establishing cause and effect. الستيج الثانية statement of goals، أنت الهدف من حل المشكلة إيش. ثلاثة solution statement: proposing solution, making recommendation, describing solution, making preemptive response to predicted objectives or objections. الأربعة الـ benefits statement، أنت تقول والله إذا حلينا المشكلة هذه إيش الـ benefits، إذا قللنا الغياب والتأخير إيش الـ benefits، راح التنافسية عندنا عالية، الـ efficiency عالي، الـ productivity عالي، الـ motivation عالي، الولاء يرتفع، الناس تحب تشتغل بدل هي تكرهه. الخامسة اللي call for action، فأنت تحفزهم الآن يا ناس يا عالم يا مدراء، لازم تتخذوا قرار وتبدوا تطبقوا من الآن علشان نحل المشكلة هذه. هذا المنهج، هذا بوك 3. في أسئلة على بوك 3؟ قلنا لكم ركزوا على الفرق بين الريبورت والإسي، ركزوا على الإليمنتس أوف ريبورت، ركزوا على الفرق بين الأدفانتج والديز أدفانتج أوف إيميل، التيبس والإليمنتس الخطوات. والورك بروبوزل اللي هي هذه problem description, statement goals, solution، هذه يعرفوها. share the document. خلوني ثواني أحمل الفاينل إكزام.
جالس يحمل الآن، ثواني. هذا أحد الاختبارات السابقة، أنا حطيته عندكم في الإلمس، نفس الشيء. البارت 1 أجب 2 من 3 وبارت 2 أجب 2 من 3. السؤال الأول اتكلم عن الستيب، طبعا أنا مو راح أعيد لكم الستيب. الستيب Social Technology Economic Political، يعطيك قطعة واكتب إسي 150 كلمة إسي عن الستيب، اعمل Introduction عرف فيها الستيب، بعدين كل باراجراف بالبادي اكتب إيش السوشيال، إيش التكنو، إيش الإيكونوميك، إيش الكذا الموجود من القطعة، ورابط أب بconclusion أي شيء في culture, religion, customs, family, fashion، هذا تحت السوشيال. شيء في تقنية, technology, infrastructure, internet, mobile, smartphones، هذا كله technology. economic, inflation, market, cost, prices, salary، يعني من ذا الأمور الاقتصادية ومالية، أي شيء فيه فلوس اكتبه. والبوليتيكال اي شيء سياسي وقانوني فيه لوس، تاكسز، كاستمز. نجي على السؤال الثاني، ديسكاس كواليتي اوف بارافريزنج. انتم عارفين يعني ايش بارافريزنج؟ ري رايتنج كيب ذا ايديا، حافظ على الفكرة بس تكتبها بلغتك الخاصة. البارافريز، شوف القطعة الأولى سنتنس 1 وسنتنس، شوفوا إيش المشاكل بالبارافريزنج. هل لما عمل البارافريز اللانجوج ركيكة؟ هل هي فورمال انفورمال؟ الكوريكت السبيلينج الجرامر. أنت لازم لما تعمل بارافريز مو بس حافظ على الفكرة، لازم تكون اللانجوج ممتازة، السبيلينج، الجرامر، اختيار الكلمات، الفوكابلري يكون يعني فورمال واضح. لا، هذا تكتبون إسي عن البارافريزنج، هذا كويس ولا لا؟ تكتب بالانترودكشن ان البارافريزنج ري رايتنج ذا سيم ايدي، هذا البارافريزنج. حلو، بالبادي تجي على الجمله الاولى تقول والله هذه الجمله مثلا ما هي فورم، الجمله هذه فيها جرامر مستيك، هذه الجمله كذا، تكلم بالاسي بالبادي. سؤال ثلاثة، based on the table below discuss the current situation in the Kazakhstani economy. Make sure that the theme is introduced and concluding statement is made. تذكرون تكلمنا، اذكر الأشياء المميزة، قلنا لكم أن الـ population plateau. تكتب أول شيء بالintroduction أن الـ visual presentation، الفيجوال ريبريزنتيشن مهم جدا، بيكوز يو جيف مينينج فور ذا نمبرز، يعني انت تعطي تفسير للارقام اللي امامك، هذا اكتبها بالانترودكت. بالبادي امشي قطع واحده واحده، البوبليشن بلاتوت، الجي دي بي مدري ايش 16.9 صار 28، انكريز دبلد، الجي دي بي جروث انكريز in 99 till 2001 and after 2001 it decreased from 12.2 into 9.1 in 2003. ال GDP per capita increase from 99 to 2000. من الكلام هذا
الانترودكشن لاي جدول او اي فيجوال ريبريزنتيشن، قولوا ان الفيجوال ريبريزنتيشن ميك كلير اندرستاندينج اوف وات ذا نمبرز هاف تو سي، يعني تكلم بلغتك الخاصه، ليه مهم انك تشرح الارقام اللي امامك، كلنا مهمه، it's very important to have you know visual representation because it make the numbers have meaning, give clear understanding and يعني من دلهم. نيجي بار 2، تكتب اسي 200 كلمة، تكلم عن الكوتينج الريبورتينج والريفرنسينج. حلو، ايش الكوتينج؟ انك تاخذ as is. ليه مهم انك تاخذ كوتينج؟ الدايركت كوتيشن وش مهمتها؟ الاقتباس، الاقتباس مهم. مثل ايش؟ مثل الارقام، انا اقتبس الجدول والرقم كما هو، خلاص اذا انا حطيته كما هو، هو انا مالي دخل، هذا الدايركت كوتيشن كريديبيليتي. اكيد الريبورتنج، ريبورتنج ايش؟ تعطيك مصداقيه بعد انك ريفير ذا انفورميشن تو سمون، وزاره، تقرير شركه، ارقام معينه، تعطيها ريبورتنج as it's published in مدري ايش as is من ذا الامور. وبرضو الريفرنسنج يعطيك مثال، ليه مهم انك ريفرنسنج؟ علشان الشخص القارئ الريدر know when to go back and know the information you need to refer him. انا قلت لك الرقم هذا والاحصائيه جبتها من الكتاب الفلاني، فانا اقدر اروح واطلع عليها in depth، تلقاك انت معطيني المعلومه اللي تخدمك، بس انا ابغى اطور وابغى افهم واشرح. الشيء الثاني مهم بالريفرنسنج، أنا لما أقول لك الرفرنس مثلاً القرآن الكريم مثلاً، خلاص هذا له مصداقية. بس لما أقول لك الرفرنس والله واحد عندنا في الحارة قال الكلام، جاب فتوى من راسه، لا، فالرفرنس يبين للقارئ أنت المعلومات اللي جايبها لها مصداقية دقيقة، يعني حكومية ولا شركات يتلاعبوا يعني هدفهم ربحي، أن يعني لما يعني يسوق لنفسه ان انا انجازات وهو ما هو انجازات ولا شيء، هل هو المصدر هذا محايد ولا لا؟ تكلموا عنها. How the essay differ from reports، الفرق بين الاسي والريبورت. قلت لكم الاسي الباراجراف طويله، ما في سبجكتيف، ما في تيبلز ومن ذا الامور. الريبورت العكس، فيها سب هيدنجز، فيها figures و charts، فيها الباراجراف صغيرة. نجي discuss the organization workplace emails. The way the key elements are sequenced. تكلموا عن النقاط اللي هي subject line، كل وحدة تكلم عنها. ليه subject line مهم؟ مهم انه لما افتح الايميل اعرف الايميل هذا، يعني قبل لا افتحه اعرف هذا ايش هو. في ناس يكتب لك على الايميل الموضوع urgent مهم، هذا تفتحه اول شيء. لا لا، هذا مو محلول، في اختبارين غيرهم محلوله، هذا انا اعطيتكم ثلاثه، هذا مو محلول، انا جالس احل لكم اياه الان، احنا نتناقش احل لكم هذا، بس اللي بعده الان بحط لكم اختبارين محلوله. فرق بين 4 و 5؟ لا لا لا، ما في فرق. وش 4؟ تكلم عن الكوتينج والريبورتينج والريفرنسينج. 5 تكلم الفرق بين الاسي والريبورت. ركزي معايا يا اخت، ايه في بالاختبار محلولات اصلا محلوله بالسلايد اللي قلت لكم عليه، احفظوه.
رقم 5 محلول أمامكم و6 محلول. يعني قبل شوي قبل دقيقتين أنا موريكم السيشن، سيشن 4 حق الإيميلز. نجي الاختبار اللي بعده. أنا حاط لكم اختبارات سابقة، حاط لكم كذا واحد. هذا اختبار السمر اللي فات نفس الشيء، جاوب 2 من 3. بحط لكم 3 تمرون أمر بعد المحاضرة بدقيقتين تلقون اللمسة الثالثة. كم طلبة عندي؟ بسيطة هذه، ما سألتوا شيء. أنا ما عندي إلا 3 في الموقع، المنتدى حق الطلبة تلقوا فيه 20 يمكن. هذا نفس الشيء، تتكلموا عن الستيب، شوفوا كيف طريقة الحل، السوشيال كذا نفس الستيب. يعني حتى جبت لكم الكويز والامتحان عن الستيب. هنا السؤال يقول لك كل جملة شوف هي ايش، opinion ولا ايش، فاكت. تذكرون تكلمنا من بوك 2 الفرق بين الاوبينيون والفاكت، كيف تعرف ان هذا حقيقة وهذا رأي. باللانجوج انديد سيرتنلي اتز، الارقام هذه ما هي اوبينيون، الاوبينيون رأي. ان ماي اوبينيون اي جيس اي اسوم ان مايت، تذكرونها الفرق بين الاوبينيون والفاكت. دواه قال لك اي جس، ولا اعتقد ان مثلا ريهام كويسه تحضر بدري كل محاضره، اي جس. غير لما تقول ريهام اتند ايرلي، فرق. لما اقول هي تحضر عكس لما اقول اي اسوم اي جس maybe she can I understand، يعني على حسب فهمي. هذا ما هو حقيقة. فتمشوا جملة جملة، هل هي حقيقة أم opinion. هنا عندك اذكر الأسباب، ال workplace report cannot be considered an influential one. تعرفين الورك بليس ريبورت كيف يكون الورك بليس لازم تكون لانجويج، يكون بيس اون ا موديل. يعني الورك بليس ريبورت يكون يستخدم سوات، يستخدم ستيب، في ميثود، في موديل، يعطيك انفورميشن، يعطيك انالايزنج، يحلل، justifying and discussing the results. يعني شوفوا هنا الـ the report has organization problems، عنده مشكلة. هذا عندك غير انه عنده organization problem، the choice of words، ان كلامه ما هو واضح، ما هو clear، ما هو اكاديمي، ما هو تقني. The language is informal، دائما الـ reports تكون formal. وفي أخطاء إملائية، spelling mistakes. يعني اذكر المشاكل اللي يعانيها هذا الريبورت.
بار 2 أجيب اثنين من أصل ثلاثة 200 word essay. الأولى تتكلم عن ال externalities are problem in free market. هذه تعتمد على رأيك الخاص أنت فهمك. أنت ماخذ B120 وماخذين مادة B203 عارفين يعني إيش خبرتكم عن سوق وما سوق وكذا. فهنا يتكلم هل مهم إيه حتى الاختبار هذا كله إسي. كل الاختبارات الفاينل إسي اختبارات الفاينل إسي أعيد وأكرر. إيه اكتشفت شيء خطير بمادة LB160 صراحة شيء محزن. إن ناس كاتبين لي language لا كاتبين لي organization غاشها من الجوال كاتب نفس الكلام هذا. هذه يا ناس هذه كليشة لي أنا عشان أصحح الورقة هذه ميب لكم. ففي ناس كاتبين organization و language بالملي زي ما هي. لا تضحكون اللي يضحك هو اللي مسويها. والله كاتبينه بالملي. حتى سويت لجنة أبي أعرف مين المراقب كتب اللي هذا كيف كتبها بالملي. والله كاتبينها لانجوج ونقطة ونفس المسافة ونفس بالحرف وبالسبيلنج بالملي كاتبينه يعني نسخ. يعني وصلت الغش إنه يجيب كلام مو عارف إيش هو. مفكرينه جزء من الحل من قوة الدجة. نجي عاد الـ Why does academic convention require that all visual representation be accompanied by rhetorical. ليه مهم إن كل الجداول والرسمات والفيجرز والهذي إن يكون لها تفسيرات مكتوبة بالكتابة مو كل شيء أرقام. إذا تحط جدول لازم تحط تحته مكتوب إيش معنات الأرقام الموجودة. What does it mean. ليه مهم. مهم ليه. رقم واحد All visual representation are accompanied by written explanation. This is important because visual always contain more information than needed to make the point. الجدول فيه مليون معلومة بس انت اللي راح تكتبه المميز والمهم. Written explanation points out and highlights aspects of the data. حلو يعني طلع لك الأشياء المهمة. All visual representations of data need to relate to the topic being addressed. لازم تذكر الأشياء لها العلاقة بالموضوع. أنا لما أجيب إحصائية حكومية فيها population وفيها عدد مرضى وعدد مدارس وعدد كل شيء فيها بس أنا مثلا كاتب عن الصحة فراح أطلع بس الأرقام تتكلم عن إيش عدد مستشفيات الأطباء المرضى ما راح أجيب عدد سكان أجيب الشيء relate to the subject. Written explanation also give reasons for choosing the information and or representing it in a particular way. يعني تجيب الجدول عشان تذكر إيجابيات زيادات أو النقصان decrease crisis ولا من ذا الأمور. وطبعا commentaries are written by introducing the theme and information that visual explains. أنت تقول والله حنا مرينا بكارثة اقتصادية شوف الأرقام الموجودة بالجدول تتكلم عنها يعني كومنتيتري كأنك تتفرج على مباراة وتصيح جول خطرة ومدريش يعني كومنتيتين تعليق تعلق الأشياء المهمة والمميزة اللي لها علاقة بالموضوع. هذه مهمة الفيجوال ريبرزنتيشن. Discuss some of the disadvantage of email واكتب التبس. Disadvantage تكلمنا عنه. والتبس موجودة. Think before you send. Read maybe reading another time. Maybe مدري إيش.
خل other tabs of communication من ذا الأمور. هذه موجودة عندكم. خلينا نشوف غيرها وش بعد. بالله يا اخوان الغشاشين لا يكتبوا لي نفس هذه ولا راح ينزل عليهم غضب. اسد مسويها شكلك انت وياه، ترى حتى عبد الله عرار مسويها كلكم اثنين، بس لا تخليني افضح بكم. منو حمزة؟ انت شكل الجهاز الكمبيوتر مفتوح قدامك لحالك بالفرع ما عندك احد. امزح معاكم ترى، I'm just joking by the way. الاختبار الاختبار هذا نفس الشيء، بارت 1 و 2 جاوب اثنين من هنا. اتكلم عن الكوز والافكت، ثلاث تذكرون الكوز والافكت ثلاث انواع، السمبل one cause one effect، ال causal chain صار لي حادث لا سمح الله، وصلت الدوام متأخر، زعل علي المدير، كتب فيني انذار، انطرت chain. وفي الملتيبل، ملتيبل يا one cause and many effects، مثل زاد دخلك cause صح ولا لا، زاد دخلك ايش الافكس، one cause زاد دخل ايش الافكس، افكس سيارة جديدة، بيت، سفريات، نظام حياتك تغير. النوع الثاني من الملتيبل ايش؟ many causes one effect، مثل ترقية، مجتهد، يحبونك الإدارة، مواظب عملك، هذه كلها causations الايش؟ ترقية. النجاح مادة LB16، ذاكر، علاقتك كويسة مع الدكتور، تحل واجباتك بمصداقية، ما تغش، تكلموا عنها. هنا عندك introduction، تعال قيمها. Words which link to the title، Words which identify the key concept، Words which هذه من book 1، يعني هذه إن شاء الله تغني، وسبق أني شرحتها. طبعا أول جملة هي أول جملة تتكلم عن link to the title، identify the key concept ثاني جملة، ثالث جملة للcenter لأنها صغيرة، introduction تكون صغيرة. compare contrast two emails، عندك إيميلين قارن بينهم، كيف تقارن؟ بالإليمنتس، هل في سبجكت لاين، هل في سالوتيشن، هل في انترودكشن، هل في مين مسج، هل في اكشن ستيتمنت، هل في كلوزنج ستيتمنت، هل في فيرويل، هل في نيم وكونتاكت ديتيلز. مر على النقاط، لما تقارن بين ايميلين شوف وش المتوفر بين الاثنين. هنا في سالوتيشن، هاي بيت وهذا دير بيتر، اوكي. المين مسج هذه كذا، هذه كذا. الاكشن هذا مو حاط لك اكشن، ثاني حاط لك. الفيرويل سالوت هذا سي يو ليتر، ثاني بس وشز. حلو، اذا انت قارن تقول ان الاول انفورمال وما ادري ايش، الثاني فورمال. واضح من الايميل الاول انه يعني كاتبه صديق وكنه صديق، والثاني لا كاتبه رسمي فورمال. نيجي بار 2 يا اخوان، هاي تكلم عن المالتي ناشونال كوربوريشن، هذه شوفوها اقروها كذا، يعني موضوع اقتصادي بزنس اكثر ما هو ال بي 160. هنا نتكلم عن ايش؟ ال
posts are very important in business because they can't be used as a basis action to inform discussion decision making. Discuss the three function of report. عرفون وش ال three function of report? Giving information. وش الثانية؟ Analyzing. والثالثة إيش؟ Discussion way, explaining وjustifying. تكلم مع الثلاثة هذه. ليه مهم انك تعطي information؟ information تكون ايش؟ information تكون دقيقة ومهمة وسلسة وفي logic لها. الانالايزنج لما تعمل انالايزنج ليه مهم يكون لك يعني مصداقية؟ تستخدم models, business models زي SWOT زي STEP. الاكسبلينيشن والجستيفاينج ليه مهم؟ carry out and one must have data. الداتا لازم تكون يعني صحيحة تكون يعني شوفوها. يعني disadvantage of email or write tips مكررة. خلوكم ثواني معي ادخل على ال LMS الان. راح احطها بالكورس كونتنت خلاص. وش موجود هنا؟ فاينل اكزام حق السمر. خلاص بحط لكم حملته لكم الآن. حملت لكم ال إذا عندكم اختبارين محلولة وثالث غير محلول. أوكي. مو محلول نص وتلقونه بالمحلولات. في احد ما حضرته؟ من اللي ما حضرته؟ مها وفاطمة وليد. عبد الله عرار يا اخي حضرتك اربع مرات اليوم. ما حضرتك الثانية. حضرناك يا فاطمة.
تقولي أرجع أشوف إيش مشكلته هذا؟ أي سؤال تبغى تسأل؟ محمد عدنان، طبعا هذا موجود، أنا حاطه في الـ LMS. كيف تحله؟ أي واحد، أي سؤال. Part A. Question 2. قارن بين اثنين البارافريزنج، قارن بين واحد واثنين. اثنين بارافريز الواحد، يعني المربع الثاني عبارة عن بارافريزنج للأولى. البارافريزنج وش مهمته؟ تحافظ على الفكرة بكلامك الخاص. كلامك الخاص هذا يكون انفورمال ولا فورمال؟ يكون فورمال. كلامك الخاص هذا فيه مستيكس، جرامر مستيك؟ لا. هل كلامك الخاص يكون فيه جرامر مستيك، سبيلنج مستيك؟ لا. هل هو appropriate vocabulary، يعني الكلمات اللي انت تستخدمها مناسبة او غير مناسبة؟ هذا تكتب إيسي عن الشيء هذا، تكتب بالإنترودكشن paraphrasing عبارة عن keeping the idea, rewriting the same idea، عرفها. البادي امش sentence 1، ايش مشكلة sentence 1؟ lack of information and uncertainty can also lead to market failure. شوف sentence 1، perfect competition assume that consumers, firms and factor suppliers have perfect knowledge of cost and benefit. هل هذا يعكس الكلام اللي هل حافظ على الفكرة؟ هل هو كويس ولا لا؟ الجملة الثانية، perfect competition assume that consumers, firms and factor suppliers have perfect. هل هذا سوى paraphrasing ولا جابها زي ما هي؟ يعني ما تعب ما شاء الله عليه، هذا جاب زي الجملة اللي قدام. هذه تعتبر paraphrasing؟ اي سهلة، يعني عندك كم جملة؟ عندك S1 S3 4، عندك خمس جمل بس. ناظر الخمس جمل هذه، اقرأ اللي فوق واقرأ اللي تحت. هل الجملة اللي تحت عبارة عن paraphrase اللي فوق؟ هل حافظ على الفكرة ولا نسخها زي ما هي؟ هل كلمات الإجابة كويسة؟ يعني it's up to you. Part 2 question 4. Question 4 quoting, reporting, referencing. تكلم عن الثلاث مهام. ليه الكوتين مهم؟ عشان تحافظ على نفس التكس، تكون مرجع، زي مثل، زي آية قرآنية. دايركت كوتينج مهم، انك تحط الايه او تحط الرقم الفلاني او التعريف بين قوسين، التعريف زي ما هو، عشان تقول ان هذا ما هو بكلامي. الكوتينج مهم اذا انت ما عندك، ما تقدر تعمل له بارافريز مصطلحات، يعني صعب انك تسوي لها بارافريز، او معادله رياضيات كيف تسوي لها بارافريز؟ بالله اسال. فمن الادفانتج للكوتينج انك تجيب الشيء as is ويكون له مصداقيه ولو رف. الريبورتنج ايش؟ تقول ان انا ما جبت الكلام هذا، انا جبته من المكان الفلاني، according to ما ادري ايش، ان نسبه الكذا مرتفع، according يعني you report to something. مهم ايش من الريفرنسنج؟ الرفرنسك، من الرفرنسك تعرف هذا جاي بالرفرنسز مضروبة ويكيبيديا، ولا جاي بالرفرنسك كتب ومصادر معتبرة ومحايدة.
حلو يا اخوان. فناقش كل وحده، ناقش الكوتنج والريبورتنج والريفرنسنج. هلا يا زين. هذا موجود يا اخوان، هذا انا حطيته ما هو محلول، انا حطيته لكم ما هو محلول. اوكي، حطيت لكم اثنين محلولات وهذا ما هو محلول، والان جالس انا احله لكم. يعني وش عنوانه؟ شوفوا لحظة، خلوني أعطوني 3 دقائق. خلاص أعطوني بس 3 دقائق أحدث لكم الإلم السلام، أحط لكم الثلاث.
خلاص انا حملتها الان في الالمس، تلقونه بالكونتنت فولدر اسمه فاينل اكزامز، اسمها فاينل اكزامز الفولدر، حملت لكم الثلاثة. يلا الله يوفقكم ان شاء الله، نشوفكم ان شاء الله الترم الجاي. الدرجات راح تكون خلال 3 أيام من الاختبار ان شاء الله، يعني بعد الاختبار خلال 3 أيام بالكثير موجود الدرجات. يلا الله يوفقك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.